سعيدة جدا بدأ التكريم، خاصة لما عرفت عن الخمسة اللي معايا بيتكرموا اللي بيمتازوا بصفات ومميزات مرة أحب إني أشترك معاهم فيها. اليوم أحس في مهرجان كان قاعدين نحتفل ببعض بأشكال مختلفة، بسينما، مساندة السينما، دعمها، مساندة الأشخاص ودعمهم، ورح يساعدني أكيد، لأنه دائما أحس إنه هذه اللحظات، لحظات التكريم، هي تذكير لكل أحد إنه هي بداية، وكل ما الإنسان يتكرم لازم يتعلم إنه يشكر، لازم يتعلم إنه عنده مسؤولية أكبر.